في عام 1995 ميلاديا كانت أولى خطواتنا في مدريد عاصمة إسبانيا، ومع بداية رحلتنا في ميلانو عاصمة الموضة العالمية مددنا جسور العمل إلى قارة آسيا في الصين وتايلاند. ومع المزيد من المثابرة والحماس استطعنا دخول الشرق الأوسط والعالم العربي من خلال فرعنا في سوريا ومصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، حيث أصبحنا أسرة متكاملة في العالم العربي. ومع المزيد من النجاح والتقدم استطعنا إنشاء فروع كبيرة للإنتاج والتسويق في تركيا عاصمة السياحة العالمية. مع المزيد من الابتسامات استطعنا دائماً المحافظة على عملنا الرائع وأهدافنا في إسعاد الأطفال، وعملنا دائماً على راحتهم ونموهم الصحي. مع المزيد من الفرح نحن نعطي دائماً الأولوية للأفضل في إنتاج مجموعتنا، لأن الأطفال دائماً تستحق الأفضل، حيث نقوم بإنتاج واستخدام أفضل أنواع الأقمشة والخيوط المعالجة صحياً والخالية من المواد الكيماوية، لأن صحة أطفالنا هي الأهم. ونحن نسير بخطوات ثابتة نحو هدفنا أن نكون العلامة التجارية رقم واحد في العالم التي تقدم أجود المنتجات للأطفال، وأهمها مع مراعاة الإكسسوارات والثقافات المتعددة لأطفال العالم. نفخر دائماً. مرافق التصنيع والإنتاج لدينا في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى حققت السعادة لملايين الأطفال، كما استطعنا أن نبني ثقة لدى أمهات اليوم باعتمادهن منتجاتنا كمصدر أول لاحتياجات أطفالهم على مر السنوات. مع الحب نحن نعمل كل يوم لجعل بيبي دولا علامة تجارية لجميع الأطفال من خلال المزيد من التصاميم والأفكار الجديدة والمميزة التي تجعل أطفالنا بشكل أفضل، مع مراعاة أدق التفاصيل في الإنتاج لصحة وسلامة الأطفال. بيبي دولا، cheerful babies.